أسعد الله مساءكم بكل خير، ومعاكم المصور عزوز منجي. وإحنا دلوقتي عايز أقول مع السنة الجديدة في 2022 أحلى قعدة في محل دانكن دونات جنب الكوبري ستانلي. وأحلى حاجة شفتها مع دانكن دونات، طبعا دي المرة يمكن الرابعة أو الخامسة تقريبا، وأحلى حاجة شفتها في دانكن إن هو كتب اسمي على الكوباية عزوز. واحلى حاجه عجبتني في دانكن وهي الدونات، والدونات حلوه يعني مش مقليه، ولما تكون مقليه بتكون طعمها مش حلو، ونفس الطعم اللي انا جربته دانكن دونات هو اللي في اسكندريه، نفس الطعم اللي انا جربته هناك في يمكن الفريات تقريبا. وطبعا عايز اقول اذا عجبكم الفيديو اشتركوا واعملوا لايكات مع تعليقات الحلوه مع تفعيل الجرس، وشكرا لكم. عايز اقول مع السنة الجديدة حلو الحياة اللي خليها حلوة، وهكذا هو يومك، انك انت تستمتع بيومك وخلي يومك اهوى. يومك بلا قهوة مزاجك مش هيبقى مظبوط، مش هيبقى حلو، والحياة حلوة. واعملوا لايكات كتير وتعليقات حلوة، واللي بيحب القناة يعمل نصر، بس أهم حاجة يكون فيه احترام. شكرا لكم. ودانكن دونات طبعا فيه زحمة وعامل شغل جامد، الحياة حلوة. وشكرا لكم.